السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتي ألخصها بداية في هذه العبارة: منصة أريد العلمية، 8 أعوام من العطاء المتواصل نحو آفاق المستقبل. الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد الذي وضع أمة الإسلام على طريق العلم والحضارة وسن لها أسباب الرفعة والارتقاء. أساتذة الأفاضل، الأستاذات الفضليات، الحضور الكرام، كل باسمه وبلقبه العلمي. سلام قولا، سلام طولا، سلام نولا. بالنيابة عن الأساتذة الأفاضل والأستاذات الفضليات أعضاء قسم الترجمة والتدقيق اللغوي، أبارك لمنصة أريد العلمية وكافة أعضائها الكرام في أرجاء الوطن العربي والإسلامي، وأقول: تهانينا من الأعماق نهديها، نداء الود والأشواق حاديها. منصتنا وقد بلغت 8 من الأعمام من الأعوام والآمال سواقيها. إن منصة أريد خرجت عن كونها مجرد فكرة أو حلما وأصبحت واقعا، أصبحت أمرا له وجود ورؤية ورسالة نسعى جاهدين إلى تحقيقها. دعونا نكمل ما بدأناه بوصفنا فريقا واحدا، ونتعهد ببذل كل ما نستطيع من جهود لإعلاء شأن منصتنا. دعونا نثبت للعالم أننا قادرون على الوصول إلى عنان السماء بالإرادة والعمل الدؤوب والعزيمة الفولاذية. هكذا يصنع الناس الأمجاد، وهكذا تكتب أسماؤهم بماء الذهب. ونحن نبارك لهم الذكرى 8 على تأسيس المنصة. نتطلع إلى المستقبل الواحد القادم لمنصتنا بوصفها عقلا مفكرا موثوقا ومتماسكا في رؤيته وتحليلاته واستقرائه للمستقبل، وإسهامه في إعداد الجيل وبناء الثقافة العربية الأصيلة والفكر العربي النير المستنير. وكل ذلك بكم ومنكم وبدعمكم وبجهودكم إلى جانب مئات من أخواتنا في الوطن العربي والإسلامي. ويكفينا فخرا أن منصتنا هذه تشكل مشهدا ثقافيا متميزا، وأنها جزء من مشروع الأمة العربية النهضوي بمفهومه الواسع. إن قسم الترجمة والتدقيق اللغوي ممثلا في أساتذته الأفاضل وأستاذاته الفضليات يود أن يشكر منصة أريد على ثقتهم فينا التي فاقت ثقتنا في أنفسنا، وقد حرصنا على ألا نخذل تلك الثقة. سنبذل أقصى جهودنا في أداء رسالتنا حتى نكون مصدرا للفخر لكم. ولا يزال القسم يقوم بمهامه سواء في مجال التدقيق اللغوي أم في عقد أنشطته في مجال الترجمة أو التدقيق اللغوي، بغية خدمة اللغة العربية وأهلها وتعزيز مكانتها. وقبل الختام، نود أن نزف إليكم بشرى عن مشروع علمي تعكف منصة أريد على دراسته وتستعد لأن تطلقه قريبا، وهو جامعة أريد الدولية. نسأل الله أن يبارك الجهود ويحقق المقصود، وأجدها فرصة مناسبة لكي أدعو الحضور إلى حضور المحاضرة التي سنعقدها غدا بإذن الله، وهي بعنوان: مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مفهومها وأنواعها، للأستاذ الدكتور خالد حسين أبو عمشة. وستكون من الساعة 6 إلى 8 بتوقيت مكة المكرمة، فحياكم الله وبياكم. وفي الختام، شكرا مضمخا بالامتنان تقديرا لسعادة الدكتور سيف السويدي الرئيس والمؤسس لمنصة أريد العلمية على جهوده الزاخرة بمعاني النبل والوفاء، فجزاه الله خير الجزاء. شكرا جما للأمانة العامة لمنصة أريد، شكرا للهيئة الاستشارية العليا، شكرا عاطرا وتقديرا وافرا لكل قسم من أقسام منصة أريد العلمية. فالشكر لما بذلتموه إكراما وإتماما، ولكم القلب مقاما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.